فرحانين خالص ان احنا نيجي لغايه روما ونتقابل ويا سعاده السفير في روما وسعاده السفير في الفاتيكان، وفرصه طيبه مع كل الاحباء. طبعا بتكلم باسم الاباء الويايه في الوفد القبطي، وسعيد بمقابله رموز طيبه يعني من هنا. وبتذكر من 10 سنين كنا في نفس المكان بنفس الجو الجميل وفي نفس التوقيت يعني. Pace sia con voi. لقد اخترنا المحبة حتى لو كنا نسير عكس طيار العالم الطامح والذاتي. لقد قابلنا تحدي المحبة التي يطلبها منا المسيح، وسنكون مسيحيين حقيقيين، وسيصبح العالم أكثر إنسانية ليعرف العالم كله أن الله محبة، وهذه هي أسمى صفاته. E con grande gioia che saluto oggi Sua Santità Tawadro II, Papa d'Alessandria e Patriarca della sede di San Marco, e l'illustre delegazione che lo accompagna. محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم، آمين. نبارك اسمك ونشكرك يا سيدنا الصالح من أجل المحبة التي تسكبها في قلوبنا.
وفي ايدها، وهما الاتنين ماسكين في ايد بعض. ولما ربنا يديهم ابناء يتولدوا هنا، ده بنسميه كيان الحب.